أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونبتدي معاكم آخر أخبارنا وأبرز المستجدات من الأحداث. وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين إلى العاصمة الشيشانية جروزني على رأس وفد أزهري رفيع المستوى وسط استقبال تاريخي من الشعب الشيشاني والقيادات الدينية اللي رددوا عبارات الترحيب بفضيلته والوفد المرافق له. وهيلقي فضيلة الشيخ أحمد الطيب كلمة للأمة في افتتاح فعاليات مؤتمر أهل السنة والجماعة لتوصيف المنهج والاعتقاد والفقه والسلوك وأثر الانحراف عن هذا المنهج، وكل ده وسط حضور من علماء الأمة من مختلف أنحاء العالم. نتابع التقرير اللي جاي اللي بيعرض المزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة، ونرجع لكم مرة تانية. في استقبال رسمي بمطار العاصمة الشيشانية جروزني، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يصل إلى دولة الشيشان في زيارة تستغرق 3 أيام. استقبال وحفاوة تظهر من اللحظة الأولى في استقبال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف للإمام الأكبر. استقبال جاء تعبيرا عن تقدير جمهورية الشيشان للزيارة، تقدير بدأ بالاستقبال الرسمي وصور فضيلة الإمام بالمطار وسط فرحة وأناشيد من الحضور. وعلى بعد خطوات خارج مطار جروزني، اصطف مئات المواطنين على جانبي الطريق لمسافات طويلة احتفالا بزيارة الشيخ الأزهر الشريف في مشهد يثمن معنى الاستقبال الشعبي لزيارة غالية. ثم تبدأ أولى فعاليات الزيارة بلقاء فضيلة الإمام الأكبر والرئيس الشيشاني بالقصر الجمهوري، لقاء رحب خلاله الرئيس رمضان قديروف بزيارة فضيلة الإمام معربا عن امتنانه لتلبية الإمام دعوة الزيارة. كما أثنى فضيلة الإمام الأكبر على ما شاهده من استقبال حافل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، معربا عن تقدير الأزهر الشريف ودعمه لدولة الشيشان خاصة على مستوى تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة. ساعة أولى قليلة في زيارة الشيخ الأزهر إلى دولة الشيشان لخصت معها مكانة الأزهر الشريف بشيخه وجامعه وجامعته مهما طالت المسافات. من العاصمة الشيشانية جروزني، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. شهدت قناة سويس عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة في العالم تابعة لشركة الملاحة العربية الإماراتية، وقام رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش بالصعود على متنها مع وفد شبابي ممثل عن وزارة الشباب والرياضة. سفينة الحاويات العملاقة دي قادمة من ماليزيا وكانت في طريقها لإسبانيا وبترفع علم مالطا، وبيبلغ طولها حوالي 400 متر وعرضها 58 متر، وتم تجهيزها بتكنولوجيات حديثة في عدد من المجالات. السفينة توهاما واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم التي تعرف بصديقة البيئة، فهي عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس صعد على متن السفينة أثناء رحلتها في المجرى الملاحي، ورافقه وفد شبابي ممثل عن وزارة الشباب والرياضة. المركب دي شايلة 18600 حاوية، فده يقول إن احنا بنستعد للمستقبل، وإن قناة السويس الجديدة قادرة على التعامل مع المستقبل، وإنها الحمد لله محققة نجاحات. يعني إحنا نفسنا ما كناش متخيلين إنها في ظرف سنة تحقق النجاحات دي. النهاردة كان الفريق مهاب مميش واخدنا زيارة في قناة السويس على أكبر سفينة عبرت صديقة للبيئة عبر قناة السويس. خدنا جولة فيها وعرفنا قناة السويس اتفتحت من إمتى، والناس الشهداء اللي ماتوا فيها من زمان أول ما اتبنت خالص لحد اللحظة دي لما خلصوها. السفينة جميلة جدا وحاجة يعني ممتعة وجديدة بالنسبة لي، وحلو ان احنا بنكتشف حاجات جديدة بالنسبة لقناة سويس وبالنسبة لبلدنا، ف يعني شرف ليا اصلا.
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي الشاطئ على هامش مرور السفينة، تحدث عن عائدات قناة السويس الجديدة وعن عدد السفن التي عبرت المجرى الملاحي عام 2016. سنة 84 عدنا أكبر عدد سفن في تاريخ القناة، 22,540 شالوا 308 مليون طن. السنة دي احنا عدينا 17,222 سفينة شايلين مليار طن. فموضوع التكنولوجيا اتغيرت والحسابات اتغيرت. انا اهم حاجة عندي الحمولة وليس عدد السفن. تهامة تقلل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 60% وتم تجهيزها بتكنولوجيا حديثة في مجال صناعة السفن. وترفع علم مالطا فهي تتبع لشركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية، ويبلغ طولها قرابة 400 متر وعرضها 58 مترا. مرور هذه السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والتي تعد أحد أكبر سفن الحاويات والتي تسمى بصديقة البيئة له دلالة كبيرة، وهي أن قناة السويس نظيفة وتطبق كافة المعايير البيئية. من المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، ولاء الحديني، النيل. تجري حاليا عمليات ترميم عدد كبير من القطع الأثرية المصرية القديمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير عام 2018. طبعا المتحف ده يعني يجري العمل فيه على قدم وساق من سنوات، والمفروض انه هيبقى واحد من اكبر متاحف العالم ان لم يكن الاكبر على الاطلاق، اللي بيضم عدد كبير جدا من القطع الاثريه الهامه جدا واهمها رمسيس. صح، تاريخنا واثارنا تستحق ان احنا نمتلك على ارضنا اكبر متحف في العالم فعلا، لان هي مش موجوده في مكان تاني في العالم الحضاره والاثار وكميه القطع الاثريه اللي موجوده. بنفكركم طبعا ان المتحف الجديد بيقام على مساحه 480 الف متر مربع، وهيعرض حوالي 100 الف قطعه اثريه قديمه. استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2018، تجري حاليا اعمال الترميم في الوف من القطع الاثريه المصريه القديمه، ويعمل خبراء على قدم وساق في مركز ترميم الاثار بالمتحف الذي يقع على بعد كيلومترين اثنين فقط من اهرامات الجيزه، لترميم كل شيء من اواني الطهي الى التماثيل والتوابيت الحجريه. المتحف المصري بالتحقيق كان يتم انتقاده انه على مر العقود قد تحول إلى ما يشبه مخزن للآثار المصرية. فبالتالي المتحف المصري الكبير روعي فيه أن تكون به مساحات كبيرة حتى يمكن للزائر أن يتمتع بتفاصيل الآثار المصرية القديمة وأن يتحرك في المتحف بحرية. فعلى سبيل المثال آثار الملك توت عنخ آمون ستعرض في مساحة تصل إلى 7,000 متر، بينما مساحة العرض الكلية لمتحف التحرير كانت فقط حوالي 10,000 متر. ويقام المتحف الجديد الذي يفتتح رسميا في 2018 على مساحة 480 ألف متر مربع، ويعرض نحو 100 ألف قطعة أثرية قديمة. المنهج بتاعنا ان احنا بنحافظ على أصالة القطع الأثرية. أصالة القطع الأثرية يعني المادة، ما نقدرش نعمل أي تغيير في المادة اللي استخدمت في تصنيع الأثر الحالة بتاعتنا اللي هو الخشب، أو الألوان اللي موجودة عليه، أو أي وسيلة استخدمت في زخرفة القطع. الحفاظ على مادة الأثر، التصميم بتاع الأثر، الشكل بتاعه، كل ده اللي هو بتتضمنه كلمة أصالة الأثر، الحفاظ على أصالته وما يحتويه من معلومات. ووضع حجر أساس المتحف الكبير في 2002 مع بدء أول مرحلة بناء فيه، واليوم يهدف المسؤولون مع دخول البناء مرحلته الثالثة والنهائية إلى افتتاحه مبدئيا أوائل عام 2017، ثم افتتاحه رسميا وبشكل كبير في 2018. ويتكون مركز ترميم الآثار بالمتحف الكبير من 5 معامل رئيسية، وبني تحت الأرض ليسمح بالتحكم في درجة الحرارة، ويعتبر واحدا من أكبر المراكز من هذا النوع في المنطقة. ويأمل المسؤولون أن يعطي المتحف الدفعة القوية التي تحتاجها صناعة السياحة في مصر.
بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وشركات الجملة العامة في طرح عدد كبير من الخراف البلدية الحية بسعر 38 جنيه للكيلو سواء نقد أو بالتقسيط على 6 شهور. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد الأضحى على الأبواب وأعتقد ناس كتير ابتدت تستعد ليه. أكيد طبعا الأضحية على القادر فقط، لكن هو بيبقى يعني موسم تكافل اجتماعي مهم جدا وبيعطي إحساس رائع للمجتمع كله بالفرحة. الحقيقة في ظل ارتفاع الأسعار يمكن في عدد كبير من السلع الغذائية في الفترة الأخيرة، بتحاول الحكومة من خلال منافذ البيع المختلفة أن هي تطرح كميات من البضائع، وخصوصا في موسم زي عيد الأضحى بتهتم أن هي تطرح كميات من اللحوم علشان تهون وتسهل شوية على المواطنين وتساهم في فرحة عيد الأضحى المبارك. أيضا تم طرح لحم الضاني بسعر 55 جنيه للكيلو، وده بالإضافة لضخ كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بسعر بيتراوح ما بين 40 و60 جنيه للكيلو. كل ده في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وأكد خالد حنفي وزير التموين أنه هيتم إقامة عدد كبير من الشوادر لبيع الخراف الحية ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لإرسال كميات كبيرة من اللحوم في كافة المحافظات خصوصا محافظات الصعيد، سواء لطرحها بالشوادر أو لدى الجزارين من القطاع الخاص تحت إشراف المحافظات ومديريات التموين لبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة. وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، وجه بتخصيص صحن المطاف للطائفين فقط ابتداء من يوم الخميس وحتى نهاية موسم الحج، وتوجيه المصلين إلى الأروقة الداخلية والتوسعة الشمالية والأدوار العليا للحرم وتوجيه العربات للأماكن المخصصة له. ده بالتأكيد نتيجة للزحام الشديد اللي هيكون في موسم الحج وزيادة أعداد المصلين والحجاج أيضا، فبيتم يعني تخلية الصحن فقط للطواف، ومن يرغب في الصلاة يتوجه للأماكن المخصصة للصلاة. ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة المسلمين كافة القادمين للحرم لغرض الصلاة بالتقيد بهذا القرار اللي هيسهم في تسهيل الطواف خلال موسم الحج، وأيضا دعت إلى التعاون مع رجال الأمن لتنفيذ الخطط الرامية لسلامة حجاج بيت الله الحرام. وكان أمير مكة المكرمة أصدر نفس التوجيه خلال شهر رمضان المبارك، وده سهل كتير على المعتمرين أداء فرضتهم بكل يسر وسهولة. طيب ما زلنا مع أخبار الحج، حيث هنأ سفير مصر بالرياض السفير ناصر حمدي أبناء الجالية المصرية المقيمين بالمملكة العربية السعودية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الراغبين من أبناء الجالية المصرية في أداء فريضة الحج لهذا العام للالتزام التام طبعا بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحج حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات المنصوص عليها في حالة المخالفة، وعلى رأسها حمل تصريح الحج وعدم اصطحاب أي من أفراد الأسرة ممن لا يحملون تصاريح للحج. ونوه أيضا في بيان أصدره أمس بضرورة أن يكون الحجز لأداء الفريضة عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل المتضمن شركات حجاج الداخل المصرح لها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، وشدد على ضرورة التزام أبناء الجالية بالأنظمة والتعليمات اللي تضعها السلطات السعودية حرصا منها على راحة ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم والتعاون مع منتسبي كافة الجهات السعودية المعنية لأداء مهامهم لتيسير أداء مشاعر الحج. طيب مع موسم الحج نقدم طبعا مظاهر استعدادات والفرحة اللي بتغمر الحجيج في دول العالم المختلفة. الحجاج الباكستانيين على سبيل المثال قاموا بالاستعدادات النهائية قبل السفر لأداء فريضة الحج، والحكومة الباكستانية وجهت إرشادات خاصة وقدمت تطعيمات لضمان سلامة الحجاج خلال أداء المشاعر. وطبعا ما أن تبدأ الاستعدادات تتوجه أبصار أكثر من 1 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم للمشاعر المقدسة. هي أعداد الحجاج بتزيد سنويا،
وكثرة الحوادث اللي بتشهدها أو بيشهدها موسم الحج خلال الأعوام السابقة دفع عدد من الدول الإسلامية لتنظيم دورات لتعليم الحجاج مناسك الحج وتقديم الإرشادات والتطعيمات اللازمة خشية الإصابة. باكستان كانت إحدى الدول اللي أنشأت مجمع خاص بالحج في العاصمة الباكستانية، حيث يتلقى الحجاج إرشادات حول الرحلة اللي هتبدأ قريبا هذا العام. هيؤدي 143,700 باكستاني فريضة الحج، وهتلقى هذا العدد إرشادات صارمة ينبغي عليهم الالتزام بها خلال زيارتهم لمكة. بتتناول هذه الإرشادات جميع مناحي الحج بدءا من الإحرام إلى الأخلاق والسلوكيات والمناسك المختلفة وفقا للترتيب والتسلسل الزمني على الوجه والأسلوب الصحيح. بيتلقى الحجاج أيضا التطعيمات المختلفة ضد الإنفلونزا والالتهاب السحائي وشلل الأطفال قبل أن يسمح لهم بالسفر. بالتأكيد كل هذه الإجراءات والتعليمات كانت معروفة وبتطبق، ولكن مع زيادة أعداد الحجيج بالفعل والتكدس اللي بيحدث في مكة خلال موسم الحج هو اللي دفع هذه الدول المختلفة لفرض هذه التعليمات وإلقاء هذه المحاضرات. ناشطون فلسطينيون فتحوا محل جديد اسمه دكان. الاختلاف في هذا المحل انه بيعمل على إعادة استخدام السلع وتقليل النفايات. غالبية البضائع والأشياء اللي بتباع داخل الدكان بتباع مصنوعة يدويا بأيدي فلسطينيات بيستفدن منها للحصول على دخل وتحقيق المزيد من الاستقلال المادي. دكان اسم لمبادرة جديدة يحاول الناشطون الفلسطينيون من خلالها إعادة استخدام السلع وتقليل النفايات. الموقع وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وافتتحه مجموعة من الناشطين في مجال البيئة والمجتمع لعرض السلع التي يتلقاها من المواطنين في صورة تبرعات. فكرة دكان نفس الفكرة، أن هي تم العمل عليها من تبرعات من أهل البلد. هاي كل هاي شغلات عفش في بيوت الناس مش عايزينها، وعشان نوفر استهلاك ونوفر من المكبات تبرعوا فيها للدكان ومنبيعها بأسعار رخيصة عشان أي واحد عايز شغلة ممكن يوصلها، وفي نفس الوقت نستغل الموارد الموجودة. المسؤولون عن المشروع يؤكدون أن إطالة عمر السلع من خلال إعادة استخدامها يقلل النفايات ويساعد في توفير احتياجات الفئات الأضعف بتكلفة أقل. بالنسبة للدكان فكرة حلوة، مبادرة حلوة يعني، والأشياء أنه بتكون هاند ميد فيها كتير. غالبية الأشياء التي تباع في دكان مصنوعة يدويا بأيدي فلسطينيات يستفدن منها للحصول على دخل مادي وتحقيق مزيد من الاستقلال. احنا على تواصل مع مؤسسة داليا من 2010، وهن بيجوا يزورونا وبنزور لهم، بعثوا لنا دعوة واحنا على طول بنلبي هالدعوة وين ما كانت، لانه شيء بيعيد للنساء انه نحن بصير عندنا فرصة انه نحن نبيع منتجاتنا بخارج مناطق الأغوار بالمدن، بصير فرصة للبيع اكثر، بنرد مردود مادي للنساء اكثر. ويمكن للمواطنين التبرع لمتجر دكان في أي وقت من العام، ويعتزم المسؤولون زيادة فروع في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة على أن تخصص عائداته لتمويل العديد من البرامج الاجتماعية. لم تمنعها إعاقتها من تحقيق حلمها بأن تكون فنانة مبدعة في الرسم. تغلبت الأفغانية رباب محمدي المصابة بشلل في أطرافها الأربعة على الإعاقة، وتمكنت من رسم لوحة فنية رائعة بفمها. ربابة هي يعني في البداية كانت يائسة ومحبطة، لكن عندما بدأت تتعلم الرسم حالها تغير وأصبحت تحلم بمستقبل أكثر إشراق. نتابع تقرير. بالرغم من الواقع المؤلم الذي تعيشه، ولكن لا يزال هناك مستقبل مشرق، هو حلم الرسامة الأفغانية ربابة محمدي. فمثل غيرها من الفنانين الشبان، تحلم الفنانة البالغة من العمر 16 ربيعا بتنظيم معارض دولية لأعمالها الفنية. ولكن الفارق الوحيد بين ربابة وغيرها من الرسامين الآخرين هو أنها لا ترسم لوحاتها بأصابعها مثلهم، لكنها ترسم بفمها.
ولدت ربابة مصابة بشلل في أطرافها ولا تستطيع التحكم في يديها أو قدميها باستثناء قليل من أصابع القدمين، ونشأت في أسرة فقيرة بمنطقة غزنة قبل أن تنتقل الأسرة إلى كابل بعد اكتشاف إعاقتها، فيما سعت الأسرة للحصول على مساعدة طبية لحالتها ولكن دون جدوى. ربابة ليس لديها أيد ترسم بها، لكن الله منحها القدرة على أن ترسم بفمها. إنها تقوم بمهمة مستحيلة وكنا لا نظن أنها تستطيعها، والآن نأمل في أن تتمكن من أن تتطور كثيرا في مهنتها. وكانت ربابة يائسة ومحبطة وتبكي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على حالها، وكانت تتألم أكثر عندما تطلب المساعدة، ولكن قبل نحو عامين عندما بدأت في تعلم الرسم حالها تغير وأصبحت تحلم بمستقبل أكثر إشراقا. حلمي هو أن أقيم معرضا في متحف أغا خان، وهو أحد أكبر المتاحف في كندا، وأناشد شعبي مساعدتي من أجل تحقيق حلمي الخاص بإقامة معرض فني في كندا. وتسبب الصراع المحتدم منذ عقود والفقر والإهمال في الحيلولة بين معاقين أفغان وتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى أنهم يعانون أيضا البطالة والتمييز في المجتمع، حيث ينظر للإعاقة على أنها ضعف، بينما تأمل ربابة في أن تقدم من خلال فنها صورة مختلفة لأفغانستان التي عانت كثيرا على مدى عقود من الصراع والحروب. مشاهدينا، خلينا ناخد متابعتنا اليومية لحالة المناخ والطقس ودرجات الحرارة. معنا عبر الهاتف الدكتورة أمال حنفي، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية. صباح الخير يا دكتور أمال. أهلا، صباح النور لحضرتك أستاذة منى. صباح الخير يا دكتورة. أهلا بيك. لو تطلعينا على لو في أي تغيير هيحصل الأيام القادمة في درجات الحرارة، أعتقد أن احنا يعني في نهاية شهر أغسطس، هل في توقع لانخفاض شوية في درجة الحرارة واعتدال في الطقس؟ لا، احنا نقدر نقول ان الطقس مستقر تماما خلال الأربع أيام القادمين بإذن الله، يعني مفيش تغير عن الأمس، يعني طقس معتدل على السواحل الشمالية وحار راتب على الوجه البحري والقاهرة، وبيصل حتى شمال الصعيد بالفيوم ومنيا وحتى أسيوط، وبيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في الأقصر وأسوان نهارا، لكن بيكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء. بتظهر الصبح في الصباح الباكر الشبورة المائية وبتتلاشى كلما زادت ساعات سطوع الشمس، لكن ما بتؤثرش على حركة الطرق السريعة، وبتكون على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. بتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، الرياح معتدلة وبتنشط على خليج السويس، بتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. أما البحرين فهم مهيئين تماما لجميع الأنشطة البحرية ولاستقبال المصيفين. نيجي لدرجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، السلوق مرتفع حتى اسكندرية 31 والصغرى 24، أما السواحل الشمالية الشرقية رفح والعريش 32 والصغرى 24، الوجه البحري والقاهرة 36 والصغرى 26، سيناء 36 والصغرى 25، شمال الصعيد 37 والصغرى 24، جنوب البلاد الأقصر وأسوان 41 والصغرى 28. نعم، هي الرطوبة كلها حوالين المعدل. كنت هسألك فعلا عن نسبة الرطوبة يا دكتور أمال، لأن دايما نسبة الرطوبة هي اللي بتزود الإحساس بدرجات الحرارة. إحساسنا بدرجات الحرارة، شرم بنتوقع لها 39-30، الغردقة 39-29، ومكة علشان حجاج بيت الله الحرام درجة الحرارة 43 والصغرى 32، المدينة 44 والصغرى 32. طيب، بخصوص المصطفين دايما في الفتره في شهر 8 وفي بدايات 9 المترددين على الساحل الشمالي ومدن المصايف الساحليه، المدن الساحليه بيزيد دايما، بيبقى في مواعيد محدده للتعرض للشمس وعدم التعرض للشمس في اوقات اخرى، تنصحيهم بايه يا دكتور امال؟ نقول لهم محدش ينزل البحر ما بين الظهر لغاية العصر، إن في الفترة دي بتتسجل درجة الحرارة العظمى وبتكون الشمس عمودية، ومع وجود المياه المالحة بتأثر على الجلد. اللي عايز ينزل ينزل في الصبح كده لغاية الساعة 11، ومن بعد العصر بيكون الجو أحسن، وبتكون كمان الرطوبة ابتدت تبقى يعني أفضل من الظهر، لأنها هتزود إحساسهم بحرارة الطقس، وإن شاء الله يقدوا وقت ممتع على الشواطئ. تمام،
أشكرك دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات. قدم تقرير نشره الموقع الهندي بولت سكاي بعض الأطعمة الخفيفة الصحية اللي تعد بديلة لتناول الأطعمة غير الصحية خارج المنزل، وأنه هذه الأطعمة تساعد في إنقاص الوزن الزائد ولا تتسبب في إكساب الجسم دهون، وطبعا ده على النقيض أو على عكس الأطعمة السريعة. بعض الأطعمة اللي شملتها التقرير المكسرات والفاكهة المجففة، فكلما زادت لديك رغبة شديدة في تناول الوجبات الخفيفة زي الشوكولاتة ممكن استبدالها بالمشمش والتمر، لأنها بتكون غنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات. أيضا الزبادي لو كنت بتريد إنقاص الوزن، فالزبادي أفضل بديل للوجبات السريعة لأنه غني بالكالسيوم وبيساعد في عملية الهضم. أيضا الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تكون ثمرة واحدة من الأطعمة الصحية البديلة لرقائق البطاطس. عصاير الفاكهة الطازجة طبعا ممكن تكون بديلة لتناول البرجر أو الأطعمة الغير مفيدة. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل من دكتور محمد الحوفي أستاذ الأغذية بجامعة عين شمس. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير، أهلا بيكو. صباح الخير يا دكتور محمد. يمكن حضرتك كنت سامع الخبر ونماذج الأطعمة اللي ذكرها التقرير اللي بتعتبر بديل عن الوجبات السريعة، تعليقك يا فندم، هل بالفعل الحاجات اللي احنا قلناها دي ممكن فعلا تغني الجسم، ومش بس الجسم لأن الأغذية السريعة والوجبات السريعة بقت مزاج عند بعض الناس، مش بس رغم أنهم عارفين أن هي غير صحية ولكنها بقت مزاج، فهل الأمثلة دي ممكن تعوضهم بالفعل؟ هي فعلا يعني برضو لازم نلفت نظر السادة المشاهدين مرة تانية للأضرار بتاعت الأغذية السريعة، اللي هي الهامبرجر طبعا والسوسيس وكل منتجات اللحوم اللي هي بتتحط في الساندويتش، وحتى السندوتشات اللي هي الطعمية بكميات كبيرة، دي كلها فيها دهون مشبعة، واللي طبعا بتزود الترسبات في الشرايين من الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتبقى على المدى الطويل لها تأثير ضار بارتفاع ضغط الدم مع الشباب السمنة، والسمنة دلوقتي بقت ريسك فاكتور أو عامل خطورة بالنسبة لأمراض السكر، وأمراض السكر بدأت تظهر في أعمار يعني صغيرة دلوقتي حتى بين الشباب. فطبعا دي بدائل هائلة جدا جدا اللي هي منتجات الألبان اللي هي المعباه. أنا ممكن أشرب كوباية لبن أو إزازة لبن وأنا ماشي، يعني عايز أكل أي حاجة ممكن أفوت على التلاجات الموجودة في السوبر ماركت هلاقي فيها حاجات جميلة جدا. اللبن الرايب، اللبن الرايب ده هائل جدا جدا، درينك سهل قوي، يمكن كوباية الزبادي لسه عايزة معلقة والواحد يفتح الكوباية ويأكل منها، لكن اللبن الرايب درينك جميل قوي وفي كل المميزات بتاعه اللبن الزبادي، وبيروي العطش كمان في الحر، يعني هو مشروب هايل جدا بالنسبه للحر. ودلوقتي بقى معمول به اللبن الرايب بالفواكه، يعني موجود بالبلح وموجود بالفراوله، يعني موجود بطعوم مختلفه عشان يتناسب مع كل الاذواق. ولو شجعنا اولادنا الصغيرين ان هم الشباب ان هو ياخد اللبن الرايب، طبعا هياخد الكالسيوم وهياخد فيتامين دي وهياخد كل الاملاح المعدنيه الموجوده في اللبن وفيتامينات اللبن الهائله جدا جدا. طبعا بمجانب كده احنا عندنا المكسرات زي انتم ما قلتوا، ويمكن بره يمكن يا ريت تنزل هنا في مصر، بس الواحد ممكن يعملها ان بتلاقي فيه كيس فيه المكسرات وفيه الفاكهه المجففه مع بعضيهم، حاطينهم الاثنين مع بعض، زبيب مثلا مع اراسيا مع مشمش مجفف مع شرائح جوافه مجففه، دي موجوده طبعا مع اللوز والجوز والحاجات دي. احنا عندنا برضو السوداني المصري، ما هو حاجه برضو مش مكلفه ولا حاجه، ممكن برضو. طب الحاجات يعني دي سعراتها مش عاليه يا دكتور؟ المكسرات بيقولوا سعراتها عاليه. احنا لو قارن هي طبعا فيها سعرات وكل حاجه، بس مش بنفس الدرجه زي مثلا سندوتش فول او طعميه او همبرجر، يعني همبرجر ده كله دهون والطعم الجميل بتاعه جاي من الدهون العاليه، وطبعا الجرام من الدهن بيدي يعني 9 يعني سعر حراري، فهو السعرات طبعا اقل بكتير من السعرات بتاعه السندوتش التاني، وفي نفس الوقت بتدي احساس بالشبع، فالواحد ما بياكلش كميات كبيره. ممكن برضو اللي هي سندوتشات، ممكن بقى الفاكهه اللي هي سهله جدا، الموزه ممكن موزايه مش محتاجه غسيل ولا حاجه، انا ممكن اقشرها واكلها وبتبقى امنه في الشارع، ممكن اخدها. اي انواع بقى من الفواكه اللي هي زي مثلا الاستفندي في الموسم بتاعه بيبقى سهل التقشير مش محتاج
سكينه ولا حاجه، ممكن الواحد ياخد قطعتين. دي كلها حاجات صحيه جدا جدا وبتقينا. بس مش كتر تناولها برضو يا دكتور، ممكن يبقى فيه نسبه سكريات عاليه على الجسم، ولا برضو لازم برضو يبقى تناولها في تقنين شويه؟ هو طبعا حتى هو الواحد ما يعني هو احنا مشكلتنا ان احنا يعني الواحد مثلا لو جاب كيلو استفندي مش معقول هياكله في الشارع. انا بسال عشان كده دكتور، لان في ناس بتفهم كده. اشتري قطعتين، اشتري قطعتين زي الاجانب، اشتري ثلاث قطع، لكن احنا للاسف الشديد اقل حاجه عندنا كيلو يعني. ما هو مع الاسف، ما انا عشان كده بسال حضرتك، لان احنا بنتعامل دايما بافراط مع الاشياء دي. صحيح. لازم يكون فعلا فيه اعتدال. طيب الشوفان يا دكتور، يعني حاجه من يعني واحد من الاطعمه الصحيه جدا وفائدتها عاليه جدا، بس لسه ما بيستخدمش قوي من قبل المصريين. يعني يقال انه ممكن الشوفان يتحط على كل حاجه. هو فعلا ممكن تحط على الزبادي، يعني بره بتحط دايما مع على الزبادي، يتشرب مع اللبن، الحاجات دي كلها. لكن احنا للاسف هو مش متاح برضه في السوبر ماركت، يعني مش متاح في كل الاماكن للاسف الشديد. يعني بس دلوقتي بقى نوعا ما افضل شويه، يعني متواجد. وبيضاف على العيش كمان، حضرتك بتحط على العيش من بره برضه على بعض انواع المخبوزات. كويس. في برضه بعض انواع المخبوزات اللي هي الستيك، اللي هي الصوابع دي اللي بالسمسم والحاجات دي. السمسم عنصر مفيد، وفي نفس الوقت ممكن الواحد لو خد قطعتين او ثلاثه هو ماشي افضل بكثير، ان هتكون برضه سعرات اقل بكثير من السندوتشات يعني. طب معلش يا دكتور، هو الحب ولا مؤاخذه كمان اللي هي يعني اللي هو الكتان، بذور الكتان، وبدات مصر دلوقتي بعض المخبوزات برضه ينضاف لها بذور الكتان، ودي بذور الكتان دي فيها اوميجا 3 هايله جدا جدا، وبدات تنتشر بره، وحتى بتبقى موجوده في البوكيهات اللي هي الاوبن بوكيه في الصبح مع الفطار، بحيث الواحد برضه ممكن يحطها على الفاكهه، يحطها على الزبادي. ففي الحقيقه بدائل كتير جدا جدا ممكنه للسندوتشات السريعه، للسندوتشات السريعه الحقيقه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتور محمد الحوفي استاذ التغذيه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا ليكي. في الصينيون بارعون في صناعة الروبوتس وحسن استخدامها في جميع المجالات، مش بس في القطاعات العلمية والصناعية، لكن أيضا دخلت الروبوتس في مجال المطابخ. بعض الجامعات استخدمت الروبوت الشيف، يعني شيف روبوت يقوم بتحضير الأطعمة. تخيلوا بقى، يعني واحدة من أهم المهن اللي بتعتمد على الحس والاستطعام والذوق. ممكن ممكن روبوت يعملها، مش قادره عمليه ميكانيكيه الطبخ، ولكن وهو بس مش بيحضر الاكل، ده هو بيطبخ، يعني الروبوت ده بيطبخ يعني. ده اللي قامت بيه فعلا جامعه مقاطعه هيلونجيان الصينيه، بالاستعانه بالروبوت الشيف، واللي تمكن من اتمام طهو الوجبات الخفيفه في 4 دقائق فقط، وطعام 500 شخص في ساعة واحدة. وأيضا أجاد طهو 2000 نوع مختلف من أنواع الطعام، وبيتولى حاليا طهو حوالي 70% من الوجبات المقدمة في مقصف الجامعة. أرقام كبيرة، أرقام ما أعتقدش أن أي بشري ممكن يقوم بتجهيز العدد ده وإطعام العدد ده من الأشخاص في الوقت. ممكن يكون ده الغرض من استخدام روبوت، إنه بيقدر ينجز في وقت أقصر عدد أكبر من الأطباق. ولكن هل جودة الأكل اللي هيعملها هتكون بقى بنفس ال... خلي بالك إن الروبوت ده مش هيرغي بقى مع حد، مش هيقف يشرب سيجارة بعد يعني ما بين الطبختين، مش هيضيع وقت. هو هيشتغل، لو هيشتغل 6 ساعات هيبقوا 6 ساعات بيور يعني صافيين. بس الفكرة في نفسه في الأكل يا منى، هيبقى ليه نفس في الأكل؟ هو ده السؤال بقى، المنتج النهائي بيطلع إيه؟ ممكن إيه مثلا حد يضيف اللمسات دي من الناس العادية الطباخين، يعني هو يعمل الأساسيات وهم يحطوا يمكن ده عشان طبيعة النهائية. الأكل الصيني والأكل الآسيوي عامة بيختلف عن طبيعة أكلنا. عامة هو في تقرير برضو صدر مؤخرا عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، كشف عن ان في خطط لبيع الروبوتات المختصة بتقديم الخدمات نظرا لزيادة الطلب عليها في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والبحث العلمي والخدمات المنزلية. يعني في اتجاه صيني عامة للاستعانة بالروبوتات في كل المجالات. تمام.
الصيف دايما موسم الحفلات والمهرجانات، مش في مصر بس لكن في كل الدول العربية. الأيام دي مهرجان بعلبك في لبنان، واحد من أهم المهرجانات على مستوى العالم، وبيستضيف مجموعة من الفنانين العالميين. ابنة أسطورة موسيقى الجاز نينا سيمون اعتلت مسرح مهرجانات بعلبك وقدمت أغنيات خاصة بيها فضلا عن أغنيات قديمة لوالدتها. ليزا سيمون ابنة نينا سيمون ماشي على خطى والدتها وبتجري الموسيقى في عروقها، وتمكنت الابنة الوحيدة للفنانة الشهيرة نينا سيمون من تقديم أسلوب خاص بها، وذهبت إلى لبنان للمشاركة في مهرجانات بعلبك الدولية بأداء مثالي. وبينما تشعر بشغف لأداء أغنياتها الخاصة، لا تخشى ليزا من تخليد ذكرى أغنيات والدتها أيضا. مهرجانات بعلبك الدولية حدث ثقافي يقام في لبنان من عام 1955، بيأتي كثيرون من شتى بقاع العالم إلى المدينة الواقعة في سهل البقاع لحضور المهرجان السنوي، وبتقام عروض للموسيقى الكلاسيكية والرقص والمسرح والأوبرا وموسيقى الجاز، فضلا عن الموسيقى العصرية في يوليو وأغسطس من كل عام وسط الأطلال الرومانية القديمة. طيب زي ما عرفنا حالة الطقس، نتعرف أيضا على حال شوارع القاهرة النهاردة وكيف تبدو إذا في أي تحويلات مرورية. معانا الرائد أحمد نور الدين المشرف بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير سيادة الرائد. صباح الخير لحضراتكم والجميع السادة المشاهدين، ننالكم يوم طيب بإذن الله. كنا عايزين نتعرف من حضرتك سيادة الرائد على محال الطرق والمحاور المختلفة والرئيسية في القاهرة في صباح اليوم، وهل هناك أي اختناقات مرورية، أو لا قدر الله هل هناك أي حوادث بتؤدي لاختناقات مرورية أم لا؟ الحمد لله من بداية الصباح الكثافات تكون تكاد أقل من متوسطة، لسه ما وصلتش لحدتها على كافة المحاور. هنبتدي الرصد معاكم بالنسبة للحركة المرورية من داخل مدينة القاهرة. عندنا محور كوبري 6 أكتوبر الحمد لله بيعمل بشكل جيد، القادم من طريق النصر ومتجه لخدمات أعلى الشهيد ومنزل رمسيس. الاتجاه الآخر القادم من خدمات رمسيس ومتجه لمنزل السرايا ومنزل طريق النصر، بعد التجميع بالتحديد أعلى وسط المالية. بالنسبة لمحور صلاح سهيل الحمد لله بيعمل بشكل جيد جدا في الاتجاهين، اتجاه نفا اللوزر أيضا اتجاه المطار. بالنسبة لمحور الاستيراد في الاتجاهين الحمد لله بيعمل بشكل جيد جدا. محور العروبة بعد التجميع القادم من تقاطع مع نفا مرغاني متجه لمناطق المطار. بالنسبة لباقي محاور القاهرة الكبرى الحمد لله بتعمل بشكل جيد جدا. بالنسبة لمدينة الجيزة بعض التجميع مع نفق الجيزة متجه لأعلى كوبري الجيزة المعدني القادم من محور شارع أهرام، يفضل بالنسبة لشارع محور فيصل متجه لأعلى الجيزة المعدني ومتجه لمناطق شمال الجيزة يتم النزول يسارا اتجاه شارع السودان. بالنسبة لمناطق الدائري بتعمل بشكل جيد جدا وبنحب نطمئنكم. بالنسبة لكثافات نفق السلام الحمد لله انتهاء، القادم من مناطق المرج والقادم من مطلع الطريق الزراعي انتهاء الحمد لله. بالنسبة للأحجام المرورية المتواجدة في هذا التوقيت المعتاد، أعلى مريوطية ومتجه لمنزل المنيب، أعلى الاستيراد أعلى كوبري الاستيراد بيعمل بشكل جيد في الاتجاهين. الطرق الصحراوية الحمد لله بتعمل بشكل جيد جدا من عدم وجود أي كثافات أو اختراط بوجود أي حوادث من بداية الصباح. بالنسبة للطريق الزراعي الكثافات اليومية المعتادة قادم من مناطق اليوب ومتجه لمناطق الشبرا مع مطالع الدين. بنشكرك شكرا جزيلا سيادة الرائد أحمد نور الدين المشرف بالإدارة العامة للمرور. اليوم السنوي المخصص لوزن وقياس الأطوال لجميع الحيوانات في حديقة حيوانات لندن، بيتم فيه قياس الوزن وأطوال جميع الحيوانات والآلاف من الحيوانات. العادة دي عادة سنوية بتتم على من أصغر الحيوانات بالحديقة إلى أكبر الحيوانات.
الحقيقة هو يوم مميز ومختلف جدا. تخيل الحديقة كلها بيتم وزن الحيوانات اللي فيها، يعني طبعا بيتم تسجيل كل التفاصيل ومتابعة حالتها الصحية وتبادل المعلومات عن الحيوانات لمعرفة الأعداد الدقيقة ليها. طبعا ده نوع من أنواع الحصر برضو للحيوانات الموجودة في الحديقة، وبالتحديد المعرضة للانقراض، وتبادل خبرات مختلفة مع حدائق حيوانات أخرى. يعني بيشوفوا مثلا كم حيوان موجود من النوع الفلاني عندهم في الحديقة ويقارنوه بحدائق أخرى، وبالتالي يعرفوا مثلا تعرضوا للانقراض أو إذا كانت الرعاية الصحية اللي بيقدموها على أكفأ مستوى ولا لا. حقيقة بنتمنى يعني حيوانات محظوظة جدا. حيوانات محظوظة جدا محظوظة جدا إنها بتحظى بمثل هذا الاهتمام. الشعوب دي أعتقد بتقدم خير نموذج للرفق بالحيوان والرحمة أيضا بالحيوان، فما بالك بالإنسان. طيب ده خبر آخر طريف نوعا ما. في حفل رسمي خاص تمت ترقية بطريق ملكي مقيم في حديقة حيوان أندنبرا، تم ترقيته لرتبة عميد أثناء موكب رسمي في المنتزه الاسكتلندي. أنا ما أعرفش ده تم إزاي الحقيقة، يمكن هنعرض الفيديو دلوقتي ونشوف البطريق ده إيه اللي حصل معاه بالظبط. وعامه هو سيادة البطريق اللي تم تكريمه بيدعى السير نيلز أولاف، وحصل على لقب فارس عام 2008، ووصلت البطريق الملكية لاسكتلندا، وقدمت أسرة نرويجية مجموعة البطريق الملكية لحديقة حيوان أدنبرا من عام 1914. وبيتم واحنا محتاجين الحقيقة يعني نعرف معلومات أكتر عن الموضوع ده، يعني هل البطريق الملكية دي من سلالة مثلا خاصة، ولا هم عملوا إنجاز ما فبقوا بطريق ملكية؟ هو مثلا البطريق وبيترقى بناء على ايه برضه؟ في انجاز مثلا عمله ولا ده بالأقدمية؟ مش عارفه يعني، ما اعرفش. هو البطريق اعتقد اكبر انجاز بيعمله انه بيقدر يمشي شويه امطار، بس عموما البطريق برضه يليق عليه هو يبقى ملكي. يبقى يعني سير كده او عميد، يعني هو شكله حيوان ملكي طبعا كده. يا بخت البطريق. طيب في ختام جولتنا، دي جولة سريعة في أبرز الفعاليات اللي ممكن تزوروها وتروحوا تستمتعوا بيها النهاردة. مركز الفنون بمكتبة اسكندرية في إطار مهرجان الصيف الدولي الرابع بيقدم حفلة للفنانة اللبنانية الكبيرة ريما خشيش. من اسكندرية للقاهرة، وهتحيي فرقة ويف جاز باند الساعة 8 من مساء اليوم، هتحيي حفل موسيقي على مسرح محكى القلعة 1، ده ضمن برنامج مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 25 أو اليوبيل الفضي. Forevermore, you were all I longed for.
محكى القلعة، أيضا في حفلات تانية بعد الحفلات الأولى، محكى القلعة 2 في حفل للمجد القاسم الفنان السوري ضمن أيضا مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 25. وأخيرا على مسرح الضمة بعبدين بيقدم أمسية فنية بتتضمن فقرات من التراث السوداني بتقدمها فرقة الرانجو بقيادة حسن برجمون. كانت جولة سريعة جدا في أبرز وآخر المستجدات من الأخبار. مشاهدينا مستمرين معاكم لحد الساعة 10 من صباح اليوم في فقرات وحوارات هذا الصباح، ولكن بعد دقائق تلتقون وموجز لأهم الأخبار مع الزميلة نرمين خليل.